مدينة القصير 23/3/2012 قذائف هاون على بيوت المدنيين من إخواننا المسيحيين. طبعا لم يسلم أحد من هذه القذائف التي تدمر بيوت المدنيين. مدينة القصير تقصف منذ الصباح الباكر ومنذ عدة أيام بقذائف دبابات 72 وقذائف الهاون. حتى إخواننا المسيحيين لم يسلموا من هذا القذف. 23/3/2012 هذا الدمار الذي حل بهذا المنزل، بخش خزانات المياه أدى إلى إصابتها لمنع الناس من الشرب المياه. هذا الدمار الذي خلفته القذائف. هذا منزل لإخواننا المسيحيين مدينة القصير 23/3/2012. الله أكبر.